السؤال الثالث عبد الرحمن مطيري. يا مرحبا. السؤال واضح وصريح والجمهور خلف الشاشة يعني عارفين كل شيء. هل تقدر تصرح عن جميع المتسابقين وجميع اللي موجودين هنا في القرية أجمعوا على محبتك أو لا؟ شلون أجمع على محبتك؟ السؤال يعني تعتقد أن الكل كيف تعتقد أن شباب السؤال لا تكفى. والله يا أخي في بعض الأمثلة توضح لك بدون ذكر جواب. أول شيء خطأ أن الإنسان يقول والله لك الحمد كلني يحبني كل أنزل، هذه مهم من المرجلة. لكن إذا بنعطي مثال، اللهم لك الحمد وقفتهم أمس معي كل الربع وكل طلع من رصيده اللي أجل أنه يطلع بمل في هذه وقفة سعد ووقفة عز. اي والله ما يقصرون وهم محزم ونعم والله لك الحمد المحبه من الله سبحانه وتعالى وانا احبهم والقبول من الله. الله يزيدك محبه طيب. كلنا نحبك يا عبد الرحمن. الله ان يسلمك.